شبابي الجميل، شلونكم؟ وش اخباركم؟ اخواتكم؟ اموركم؟ صحتكم؟ عافيتكم؟ طالاوي طالع ضايج، تسمع هل اطلع؟ هو تعال يجيب بعد واحد يقدر تسمعني. يعني ارجع ابوي ما يخليني اطلع، ارجع حباب عليك الله، خل اطلع عجيب ذهب. شلونكم؟ سياره مسدوده. شلونكم؟ شو اخباركم؟ اخواتكم؟ صحتكم؟ حاره مشتاقين. انا من يمها لازم عليك لزمات اويل اذا حكيتهن. اصلا لا ما ينزلن اصلا. ينزلن انتظروا، انا اليوم شويه ضايج، شغلات تمارقتني. انتظروا راح انزل شغلات على علوش حلوه ولطيفه. اكو مساله كنت اعاني من يمها، ما ادزها من تليفوني باوع على اي ستوري على اي فيديو، وانا ما يصير ما يصير باوع، لازم اشد عيوني يا اخي. باوع مرتين ثلاثه مو عشرة. المهم هاي المساله، هاي المساله يعني حاولنا نتجاوزها وخلصت هاي المساله. يعني رائد هسه اكو شيء جديد؟ اي بس اكو جديد. قولوا انت شو تسوي بالاسناب؟ رجال احكي احكي بس اوقف اوقف، خليني اقول لهم الجديد. الجديد رائد الاسناب ما يشوفه، يمي يشوفه بالبيت. قوي تاخذ راحتك. ايوه حق عطرك وحق ثوبك، اكرهنك ونام الليل وفز والقاني محبوبك. وليش اذكر لك الزينات؟ انا قمت اعشق عيوبك واقول محالل وموهوب، مو بس هاي يمكن باكر من الموت اشيل ذنوب وذنوبك.